كنيسة القديسين ماري مرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء أسرة العذراء وماري مرقس للعقيدة تحت إشراف الأستاذ حلمي الأمس يعقوب وإعداد دكتور إيهاب ناجي تقدم التجسد الإلهي الجزء الأول. لما بنتكلم على التجسد الإلهي دايما بيجي في ذهننا صورة طفل المزود العدرة ويوسف النجار الرعاة اللي ظهر لهم الملاك وقال لهم البشارة وجم علشان خاطر يسجدوا لطفل المزود ونتأمل في المكان اللي اتولد فيه يسوع ونفتكر كمان النجم اللي ظهر في المشرق واللي تبعه المجوس علشان يقدموا هداياهم لملك الملوك لملك اليهود. لكن في بعض الناس تسأل لماذا التجسد؟ ايه اللي يخلي الإله يتجسد؟ ده نفس السؤال اللي كان بيسأله ملك من الملوك لوزيره المؤمن. قال له احنا بنقول ان الآلهة خلقت الإنسان عشان يشيل عنها تعب العمل، وانتوا بتقولوا إن الإله اتجسد واتصلب علشان الإنسان، فهل ده كلام يعقل؟ الوزير فكر وقال له هجاوبك على السؤال ده بكرة. راح جاب عروسة أو تمثال شكل ابن الملك بالظبط، واتفق مع المربية إنه يحط التمثال ده جوه العربية بتاعت البيبي، وقال لها وإحنا بنتمشى الصبح أنا والملك في حديقة القصر لما اديكي الإشارة تروحي بسرعة وترمي التمثال ده جوه بحيرة المية اللي في الحديقة الكبيرة. الملك أول ما شاف المنظر جري بسرعة وهو مخطوط، قلع كل التجان اللي كان لابسها ورمى الصبلجان بتاعه وقلع هدومه ونط جوه بحيرة المية عشان ينقذ ابنه. ولما لقاه تمثال استغرب جدا وما كانش فاهم إيه اللي بيحصل، لكن غضب. ساعتها الوزير قال له ما تغضبش يا جلالة الملك، أنا كنت بحاول أجاوب على سؤالك. الملك استغرب جدا وبعدين قال له بس مش معقول تعمل كده. الوزير قال له المهم تجاوبني على سؤالي، ليه جريت ورميت تاجك وصولجانك ونزلت المية عشان تنقذ ابنك؟ فالملك قال له عشان بحب ابني، هو ده السبب اللي خلى ربنا يتجسد. إن السبب الرئيسي للتجسد هو فداء الإنسان الذي سقط واستوجب حكم الموت. وهنا بقى يجي كم كبير من الأسئلة. أول سؤال، طب لماذا خلق الله الإنسان من الأساس؟ السؤال الثاني، ولماذا أعطى الوصية التي كانت طريقا للموت؟ وسؤال كمان، وإن كان الذي أخطأ هو آدم وحواء فما ذنب الأبناء في توارث الخطية؟ ولماذا لم يفكر الله في بديل آخر للخلاص غير رحلة التجسد والصليب؟ أسئلة كتير. هناخد أول سؤال وهو لماذا خلق الله الإنسان؟ قال البعض أن الله مل من الوحدة، فالله منذ الأزل يعيش منفردا ومنعزلا، فخلق الملائكة لتسبحه، ثم عاد إليه الملل مرة أخرى فخلق الإنسان. هل نقبل هذه الأفكار؟ أولا، فاكرين في سلسلة التثليث والتوحيد قلنا في الصفات الإلهية إن الله كامل في ذاته متكامل في صفاته لا يحتاج لأحد قط. كان من الممكن ألا يخلق أحدا ويظل سعيدا لا ينقص شيئا. السبب الثاني، علاقة الأقانيم معا فيها كل الكفاية، فالآب يحب الابن والابن يحب الآب والروح القدس هو روح الحب. الله هو مصدر السعادة والفرح ولا يحتاج إلى أي مخلوق آخر ليكون سعيدا. طيب، هل خلق الله الإنسان لكي ما يعبده ويسبحه ويمجده؟ الإجابة كلا، لأن كل هذه نتائج وليست أسبابا.
لم يكن الله محتاجا قط لإنسان أو ملاك لكيما يعبده. زي ما قلنا، الله كامل في ذاته، متكامل في صفاته. الأب الكاهن في القداس الإلهي بيقول: خلقتني كمحب للبشر، لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكن. إذن لماذا خلق الله الإنسان؟ خلق الله الإنسان من فرط جوده ومحبته. فالإنسان هو وليد محبة الله العظيمة. ما هو الدليل على ذلك؟ الحقيقة في أدلة كتير. أول دليل جهز له كل شيء قبل خلقه: الطبيعة، الهواء، الماء، النباتات، الحيوانات. خلقه على الصورة التي سيتخذها لنفسه في ملء الزمان. عشان كده الآية في الكتاب المقدس في سفر التكوين بتقول: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، في تكوين 1:26. كلمة صورة بالعبرية يعني صيلم، أي الظل أو الخيال. فالإنسان هو ظل الله على الأرض. فالله خلق الإنسان على صورته، في الوجود والنطق والحياة، في الخلود والحرية والابتكار، في السلطان والمعرفة والحكمة. علشان كده الإنسان هو تاج الخليقة. نيجي للسؤال الثاني: ولماذا أعطاه الوصية التي كانت طريقا للموت؟ طيب نقول السؤال بطريقة تانية: الله بسابق علمه كان يعلم أن آدم سيخالف الوصية، فلماذا خلقه ولماذا أعطاه الوصية؟ الله يعلم أن آدم سيخطئ، هذه هي نصف الحقيقة. طيب نصف الحقيقة التانية إيه؟ إن الله يعلم أيضا أنه سيفديه ويرفعه من الفردوس الأرضي إلى الملكوت. مثال: الرجل يعرف أنه عندما يتزوج وينجب أولادا سيتعرض أبناؤه لبعض الأمراض وبعض المتاعب، فهل يقرر أنه ما يتجوز؟ طبعا لا، لأنه يعلم أيضا متى تعرض ابنه لمرض فأنه سيأخذ للطبيب ويحضر له الدواء، وإذا تعرض للمتاعب سيقف بجواره ويسانده. إن الحب الأبوي صدى لحب الله للإنسان. نرجع نجاوب نص السؤال الثاني: ولماذا أعطى الله الوصية؟ في بعض الناس قالت إن لولا أن ربنا أعطى لآدم الوصية ما كانش آدم سقط، يعني بمعنى أصح إن الوصية هي كانت سبب سقوط الإنسان. الحقيقة إن الوصية الإلهية لآدم لم تكن سببا لسقوطه، إنما جاء السقوط بسبب غواية الحية وحسد إبليس. الأب الكاهن في القداس البسيلي بيقول: والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس. في الواقع كان هدف الوصية أن يأخذ الإنسان فرصة ليعبر عن محبته لخالقه، لأن طاعة الوصية هي دليل المحبة. مثال: أب قدم لابنه شجرة ورد نادرة الوجود، فاهتم بها الابن وأخذ يرويها ويرعاها حتى نمت وترعرعت، وعندما أخرجت أول وردة فرح بها الابن جدا وقدمها الابن البار لأبيه في كوب كريستال، دليل على المحبة والطاعة. لكن آدم ما عملش كده. القداس الغروري بيقول: غرس واحد نهيتني أن آكل منه، هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده، فأكلت بإرادتي وتركت عني ناموسك برأيي وتكاسلت عن وصاياك، أنا اختطفت لي قضية الموت. وأخطأ آدم وكان هناك نتائج الخطية. الكتاب المقدس قال إن الوصية كانت بسيطة: وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت، في تكوين 2:17.
والإنسان حكم على نفسه حكم الموت، وكانت نتائج الخطية. أول نتيجة كانت الموت الروحي الأبدي، تاني نتيجة الموت الجسدي، تالت نتيجة الموت الأدبي، رابع نتيجة العقوبات، خامس نتيجة تسلط الشيطان على الإنسان، والنتيجة الأخيرة فساد الطبيعة البشرية. هناخد كل حاجة منهم ونتكلم عليها. أول حاجة الموت الروحي الأبدي. آدم قبل السقوط لما كان يسمع ربنا جاي من بعيد كان يجري بسرعة عشان يقابل ربنا، فرحان بوجوده مع رب الأرباب. لكن لما الحية أغوت الإنسان تغيرت الصورة تماما، ودخل الإنسان في دائرة الموت. الحية قالت لحواء: انت فاهمة ان الوصية اللي ربنا قالها لكم دي علشان خاطر بيحبكم؟ لا، ده مش عايزكم تبقوا آلهة. انتوا كمان، انتوا لو كلتوا من الشجرة دي هتبقوا زي ربنا، عارفين الخير والشر. حواء بصت لقت ان الثمرة شكلها حلو، فخدت وأكلت منها، وكمان أعطت لآدم علشان يأكل هو كمان. في اللحظة اللي آدم مد إيده فيها عشان ياخد الثمرة كسر الوصية، ولما أكل من شجرة معرفة الخير والشر اكتشف إن هو عريان. الخطية حولته إلى ظلمة شديدة، والله نور، فهل تثبت الظلمة أمام النور؟ وفجأة سمع صوت ربنا جاي من بعيد، خاف، اتخض، جري هو وحواء عشان يستخبوا، فربنا نادى عليه. لكن آدم قال لربنا زي ما عرفنا من سفر التكوين، فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت، في تكوين 13. طرد آدم من الفردوس وأقيم كروبيم بلهيب سيف متقلب. هل هذه قسوة من الله؟ كلا، إنها عدالة كما إنها رحمة. رحمة؟ كيف يكون طرد آدم من الفردوس رحمة؟ نعم إنه رحمة، لأن آدم لو ظل في الجنة وأكل من شجرة الحياة فإنه كان سيحيا إلى الأبد بخطيته. العقوبة التانية اللي تعرض ليها آدم هي عقوبة الموت الجسدي. فقال الله لآدم: لأنك يوم تأكل منها موتا تموت، في تكوين 2:17. أكل آدم ولم يمت في ذات اليوم، فهل تراجع الله عن قراره؟ كلا، بل منذ أن مد آدم يده وأكل بدأت تدب في عوامل الانحلال. كيف؟ مثال: اللي اتحكم عليه بالإعدام ولبس البدلة الحمراء خلاص صار في حكم الميت، رغم أن التنفيذ ممكن يتأخر شهور طويلة. ترك الله آدم ليعمر الأرض وينجب نسلا سيأتي منه الفادي. النتيجة الثالثة للسقوط وللخطية هي الموت الأدبي. نتأمل في الصورة دي، صورة آدم وهو خايف وحواء وهي خايفة. الكتاب المقدس في سفر التكوين بيقول: فانفتحت أعينهما وعلما إنهما عريانان فخاطأ أوراق تين وصنع لأنفسهما مآزرة، في تكوين 3:7. وحتى في الحل ده فشلوا فيه، علشان كده ربنا عمل لهم أقمصة من الجلد، لأن الحل هو الذبيحة. الكتاب المقدس بيقول: بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، في عبرانيين 9:22. النتيجة الرابعة للخطية هي العقوبات. الحية أخذت عقوبة اللعنة، تغيير شكلها والعداوة مع نسل المرأة. فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت
من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. تكوين 3:14-15. عقوبة المرأة. وقال للمرأة: تكثيرا أكسر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. تكوين 3:16. وعقوبة آدم. ربنا قال له: ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك، بعرق وجهك تأكل خبزا، حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. تكوين 3:17-19. اتغيرت الطبيعة وثارت ضد الإنسان، واتغيرت طبيعة الحيوان، وشاف آدم الطبيعة الثائرة ضده، من زلازل وبراكين، من رعود وبروق، والحيوانات اللي كان آدم بيتعامل معاها معاملة عادية فجأة لقاها بتهاجمه، بتعامله على إنه عدو. النتيجة الخامسة للسقوط هي تسلط الشيطان على الإنسان. الشيطان اتسلط على الإنسان وصار رئيس هذا العالم. الكتاب المقدس بيقول عن الشيطان: الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، في أفسس 2:2. النتيجة السادسة للخطية هي فساد الطبيعة البشرية. صارت كل خلية حية في الإنسان موبوءة بالخطية، فما أخذ من الفساد فهو حتما فاسد. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من سلسلة التجسد الإلهي، وجاوبنا فيها على السؤالين الأولانيين. في الجزء الثاني هنتكلم عن وراثة الخطية الجدية، وهنجاوب على بعض الأسئلة اللي طرحناها في الحلقة دي. إلى أن نلتقي، والرب يبارك حياتك.